مرحبا. نظام صحي بمعايير عالمية مبادرة ضمن الأجندة الوطنية اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، واللي تتطلع إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، ولتوفير خدمات ذكية من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات المشتركين في البرامج التأمينية المختلفة عند توجههم إلى المنشآت الطبية من خلال استخدام بطاقة واحدة فقط. عملت هيئة الإمارات للهوية وبالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي على تفعيل استخدام بطاقة الهوية الذكية لتكون بديلاً عن بطاقة التأمين الصحي، علماً بأن هناك جملة من المميزات التي وفرها الاعتداد ببطاقة الهوية للمنشآت الطبية تتمثل في إلغاء الحاجة إلى التحقق من بطاقتي الهوية الشخصية والتأمين الصحي معاً، والعمل ببطاقة واحدة في خطوة من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية. يشار إلى أن العمل ببطاقة التأمين الصحي التي تصدرها الشركة الوطنية للضمان الصحي ما زال فاعلاً، حيث يمكن للمشتركين إبرازها لتلقي خدمة الرعاية الصحية إلى حين الإعلان لاحقاً عن وقف التعامل ببطاقات التأمين والاعتماد على بطاقة الهوية بشكل كامل. لمعرفة تفاصيل الاستخدامات الأخرى لبطاقة الهوية تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الإمارات للهوية، ولا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني رؤيتنا هوية شخصية موثوقة. مع السلامة.